نحن هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وتغطية خاصة لحملة المجد للوطن، الكل للوطن، الجهات الحكومية، الجهات الخاصة، الصغير قبل الكبير يحتفي بهذا الوطن، وكله فخر واعتزاز بالمملكة العربية السعودية. لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة وتحديدا بمحافظة الخرج تحتفي احتفائية خاصة بذكرى توحيد المملكة 88. خلوكم معنا. نحن هنا ومهد البطولات عبر المدى، بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى، عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى، حياتي لمجد بلادي فدا، بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى، بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى، عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى، حياتي لمجد بلادي فدا، بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى، بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى، عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى، حياتي لمجد بلادي فدا، بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولات عبر المدى، بلادي بلادي منار الهدى. هذه الأمسية الجميلة التي نحتفي سويا بذكرى توحيد هذا الوطن المعطاء، المملكة العربية السعودية، نسمع كثيرا كلمة وطن، كلمة بسيطة حروفها قليلة ولكنها تحمل معاني كثيرة وعظيمة نعجز عن حصرها، فهو هويتنا التي نحملها ونفتخر بها ونعتز بها، وهو نعمة من الله أنعمها علينا، فيجب علينا أن ندافع عنه ونفديه بأرواحنا وكل ما نملك، ونعمل كيد واحدة لبقائه آمناً صامداً، ومهما ألقينا وكتبنا من أبيات وعبارات وأشعار فالوطن هو أجمل قصيدة في ديوان هذا الكون. قال من بدع القوافي لراسه ما يكود، المثايل المثايل لا بغاها سريع ردها. هذه القصيدة الحربية التي يلقيها على مسامعكم الشاعر العميد متقاعد عبد الله بن رشيد السعيس التميمي. قال من بدع القوافي الراسه ما يكود، المثايل لا بغاها سريع ردها، مرحبا في مرحبا يا عريبين الجدود، أهل السيوف في الملاقة تروي حدها، مملكتنا يا وطننا وين رقابة سنود، ليفنا جيل انطلع جيل يرفع مجدها، يومنا يوم سعيد على الدولة يعود، في ذرى حكامنا اللي ما ناقف ضدها، مقدم الهيجات ابو فهد وتعمى يا الحسود، العدا من هيبة الله تموت بكيدها، ابو فهد طيب الراس حلال العقود، الكبار تعدها والصغار تعدها، اشهد انه عزنا في الصوادر والورود، البلد من دون من زود خيره يذعذع ندها، سيدي سلمان سلمان بالعز معدود، حر نشقر من حرار ينومس هدها، وذا ولي العهد
لحك راس العود عود، ناس يحشمها وناس يبيح سدها. يا ابو فهد وكلنا للسعودية جنود، دارنا من دون هالقوم نلطم خدها. سلامتكم. نحن هنا، الذكرى 88 لتوحيد هذه المملكة العريقة، هذه المملكة العظيمة، المملكة العربية السعودية، كلنا افتخار واعتزاز بهذه المملكة العربية السعودية. احتفالات عدة من أرجاء مملكتنا الحبيبة، تحديدا في مركز اليمامة بمحافظة الخرج، الشيخ عبد العزيز الداعج رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الأهلية باليمامة. حدثنا عن بعض الفعاليات المقامة في هذا اليوم، يوم الوطني لذكرى 88 توحيد المملكة العربية. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال الله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. نرفع الشكر لله جل وعلا على ما حبى به هذه البلاد من أمن وإيمان، وندعو الله للملك عبد العزيز المغفرة والرحمة الواسعة، فقد قام رحمه الله بتوحيد هذه البلاد، وحق لنا في المملكة العربية السعودية أن نفتخر ونعتز ونشكر الله ونذكر دائما هذا البطل الذي وحد هذه البلاد. ومنذ توحيد البلاد وحتى اليوم وهي ولله الحمد من نمو في نمو ومن تطور في تطور، حتى استقر في هذا العهد الزاهر، عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، ملك الحزم والعزم، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد المعظم صاحب الرؤية الطموحة المباركة. فالفعاليات الحقيقة في المملكة العربية السعودية كلها تحتفل، فعاليات متعددة. أما مركز اليمامة الحضاري والاجتماعي في مركز اليمامة بمحافظة الخرج، فهو في هذا اليوم في عرس، الجميع يحتفل الصغير والكبير. لدينا فعاليات متعددة تشمل الأطفال والنساء والرجال والبنات والشباب، لم نترك شيء يسعد ويفرح الأسرة إلا ولله الحمد تم تغطيته. فأنتم ترون الآن، ترون الساحات الخارجية لمركز اليمام الحضاري والاجتماعي مكتظة بكامل الفعاليات، السيارات القديمة، مسرح الطفل، الأسر المنتجة، الصالة الكبرى في المركز، فهي مليئة بالفعاليات من التراث ومن الأسر ومن غيرها من جميع أنواع الفعاليات. كذلك اللجنة الثقافية لدينا محاضرة عن تاريخ المملكة العربية السعودية وذكرى الملك عبد العزيز وملوكنا رحمهم الله وحفظ الله سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده المعظم. فالجميع ولله الحمد والمنة شارك وتعاون في هذه الفعاليات، وهذه الفعاليات على فكرة من المواطنين وإليهم، كلها فعاليات اجتماعية تبرع وتدخل شباب الوطن لها. فنحمد الله جل وعلا على هذا اليوم، على ما ننعم به من أمن وإيمان وسعادة ورخاء، ودائما نشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله جميعا ووفقهم لكل خير. شكرا لكم، وجهود ما شاء الله تبارك الله مباركة وملحوظة وملموسة من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة الذي يرأسها ويرأس مجلس إدارتها الشيخ عبد العزيز الداعش. شكرا لكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. نحن هنا، نحن هنا.
هنا نحن هنا. مجمع عيادات طبيبك بمحافظة الخرج دائما ما يبهرنا بمشاركاته المجتمعية من خلال الملتقيات والمناسبات، دائما مبادر هذا المجمع. هذه الأمسية الجميلة تستحق منا جميعا أن نبادر. مجمع عيادات طبيبك له بصمة واضحة في هذه الاحتفالية. الأستاذ العنود العتيبي من مجمع عيادات طبيبك، حدثينا عن هذه المشاركة. أول حاجة حابة أهنئ الشعب السعودي كله بمناسبة اليوم الوطني، الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان. أول حاجة إحنا شيء اللي مقدمين جوائز على المسرح في فعالية اليوم بلجنة اليمامة، وبرضو بنفس الوقت مقدمين خصومات على الكشف وعلى الخدمات لجميع الزوار، هذا غير الخدمات اللي مقدمينها عندنا في المجمع عليها خصومات. في هذه الذكرى الجميلة وفي هذه الاحتفالية الرائعة، عدد من المشاركين من خلال هذا المعرض الذي أقيم من أجل الوطن وللوطن وإلى الوطن، هذا المجسم الرائع من الأستاذ صالح النويبة مشارك به كتراث سعودي يحكي ماضي المملكة العربية السعودية، حدثنا عن هذه المجسمات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أخوكم صالح إبراهيم النويبت من محافظة الخرج، فنان مجسمات تراثية، فجسدت المجسمات هذه عبارة عن نقل صورة حية مباشرة من الماضي للحاضر للجيل الجديد، اللي هي مزارع أول كيف طريقة السقي وكيف طريقة صرام النخل وكيف طريقة يعني العيشة ببساطة، وكذلك الدكاكين أول وش كانت تبيع وش كانت أول طريقة البيع وطريقة الأغراض اللي فيها وطريقة البيوت الطين كيف إذا جاءها الأمطار كيف وشلون تطيح أو زي كذا، والسواني وبطن الحوي، وكل هذه جسدتها في مجسمات صغيرة للجيل الجديد، هذا اللي ما لحقوا عليها. جميل، وش الأشياء اللي ممكن داخل يعني حسيت أنها متعبة لك من داخل المجسمات هذه؟ والله اللي متعبة عندي بالنسبة للمزارع هذه اللي تسرب الموية، هذه تتعبنا شوي، وفي بعض الأغراض أضطرني أجيبها من الكويت أو من الإمارات عشانها دقيقة وصغيرة مرة، وأضطرني أجيبها من برا. رأيت هذا التعب على أرض الواقع كي يعيشون مواطنين من رؤية يعني هذا المجسمات أو هذه المجسمات الرائعة، وش رأيك في ردات الفعل؟ والله ردات الفعل من الكبار والصغار، كبار السن يعني لقيت إقبال بشكل غير طبيعي إنه يذكرهم بالماضي، وصغار السن بالعكس ارتاحوا وشافوا الحاجات هذه الصغيرة وشافوا واشرح لهم في نفس الوقت وش كان أباهم وأجدادهم يشوم عليه، وبالعكس لقيت إقبال غير متوقع. الأستاذ صالح النويبت صاحب هذه المجسمات وهاوي هذه المجسمات، شكرا. شكرا أخي، حياكم الله، الله يعطيك العافية. الكل يحتفي، الكل يفتخر، الكل يعتز بهذا الوطن العظيم، بهذا الوطن المعطاء، المملكة العربية السعودية. ذكرى جميلة لتوحيد هذه المملكة، بياض، مركز بياض للأسنان، هذا المركز أصر أن يكون له بصمة في هذا اليوم الجميل بمشاركة في هذه الاحتفالية الرائعة. الأستاذة حنان المطيري من مركز بياض، حدثينا عن مشاركتكم خلال هذه الاحتفالية. بداية نهنئ حكومة خادم الحرمين الشريفين بالملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، نهنئهم بهذه المناسبة العظيمة الغالية على قلب كل مواطن سعودي. نحن مجمع بياض الأسنان حبينا أن تكون لنا بصمة للوطن، وهذا واجب علينا قبل كل شيء. قدمنا عرض 50% على جميع خدمات الأسنان لجميع المواطنين، بس كل اللي عليه أنه يتوجه للمركز يحصل على هذا العرض 50% على جميع الخدمات، لأنها مناسبة عزيزة على قلوبنا وعلى قلب كل مواطن سعودي. سلام، شكرا لك استاذ حنان، يعطيك العافيه.
هذه الفعالية الجميلة وفعاليات كثيرة مصاحبة من خلال الاحتفاء بذكرى 88 لهذا الوطن وتوحيده. هذه الفعالية المقامة في مركز التنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة منسق هذه الفعالية، رأينا هذا الجمال من قبل المنظمين ومنسقين هذه الفعالية. الأستاذ ترك الهديب منسق الفعالية، حدثنا عن الفعالية، كم خذت منكم وقت والاستعدادات واللي صار، اللي عرف أنه من العصر وانتم بادين هذه الفعالية. وشيء نشكر قناة المجد على الحضور وعلى هالاستضافة، ونبارك لحكومة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم العظيم إن شاء الله، وإن شاء الله ندعو الله دائما أنه يديم علينا نعمة الأمن والأمان. بالنسبة للفعالية كانت مبادرتها تقريبا قبل ما يقارب الشهر، كان في اجتماع لأعضاء اللجنة، وكان في برضو دعوة من اللجنة للمحبين اللي حاب أنه يقدم أي فكرة للفعالية ولنجاحها. فالحمد لله كان في الاجتماع حبينا أن قدمنا مجموعة من الأفكار اللي لاقت استحسان إدارة اللجنة، وبدأ العمل فيها بعد تقسيم اللجان، والحمد لله مشكورين كل لجنة قدمت عملها على أكمل وجه، والحمد لله النجاح واضح من الحضور الكثير في اليوم، انه في كان عمل وجهد من طاقم كان تنظيمي وطاقم تنفيذي كان يعني يجتهد الاوقات، يعني كان تقريبا اجتماع يومي ولله الحمد. يعني حتى اليوم كان معظم اللجنه من فتره الصباح الى الان كحضورهم، الهدف فيه انه تقديم مناسبه ممتعه لابناء هالوطن، يعني وكرساله نعبر فيها عن حبنا وولائنا لهالوطن بتقديم أركان وبتقديم فعاليات وبتقديم اللي هي العروض الشعبية بطابع إيجابي بطابع رسالة حب وود لهذا الوطن. يا سلام. في أشياء مصاحبة الفعاليات صارت، ممكن تذكر الفعاليات اللي صارت من خلال هذا الاحتفاء؟ طبعا الفعاليات اللي صارت بدأت من العصر، كان في مسيرة للسيارات وللدبابات والسيارات الكلاسيكية وللخيول، كانت في الطريق الرسمي لليمامة. كان في برضه اللي هي محاضرة للدكتور عبد الله الرويس عن التاريخ السعودي، طبعا كان فيها حضور برضه لكبار السن، وبرضه في كانت اللي هي الجلسة الشعبية اللي كانوا كبار السن يتكلمون فيها عن كيف كانت العيشة قبل، أو كانت حياتنا في السابق وحياتنا الآن، التغير مع الخطة الجديدة اللي هي 2030 والرؤية، وكيف الآن بادي الرؤية تغير مجتمع كامل بثقافات انتقلت في وقت سريع. فالحمد لله يعني كانت هذه من ضمن الفعاليات. برضو كان في فعاليات الكتاتيب، حبينا نضيف الطابع التراثي برضو القديم اللي كان متزامن مع المتاحف، الأسر المنتجة، البازارات، يعني حبينا نقدم برضو مشاركة الفود تراك لا أنساهم، حبينا نجمع كل شرائح المجتمع، لأنه في رسامين موجودين شاركوا في معرض صور لا أنسى، في كشافة، فكان مستهدف جميع شرائح المجتمع أن احنا نقدم لكل شريحة فعالية أو مناسبة لهم أو تجمع يقدم فيها رسالته إلى هالوطن. سلام. تكاتفت وتضافرت الجهود لإنجاح هذه الاحتفائية، وحق للوطن أن نحتفي به. منسق هذه الفعالية لسيادتك الهديب، شكرا. الله يعطيكم العافية، ونبارك لها الحكومة نيابة عن اللجنة المنظمة كاملة وهالحضور، نبارك لحكومتنا الرشيدة بهاليوم الوطني، والله يعيدنا يعيد علينا إن شاء الله أعوام وأزمان. شكرا لك. الله يعطيك. نحن هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم. بمناسبة اليوم الوطني أشكر الشعب السعودي وأيضا لجنة التنمية الاجتماعية لما قدموه باليوم الوطني بكافة الفعاليات الترفيهية، شاكرين لهم حسن تعاونهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان وكافة الشعب السعودي باليوم الوطني، وأشكر لجنة التنمية باليمامة على تكريمهم وتشريفهم لي وللحضور والتغطية. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة.
البطولات عبر المدى، بلادي بلادي منار الهدى، ومهد البطولات عبر المدى، عليها ومنها السلام ابتدى، وفيها تألق فجر الندى، حياتي لمجد بلادي فدا، بلادي بلادي منار الهدى، ومهد البطولات عبر المدى، بلادي بلادي منار الهدى، ومهد البطولات عبر المدى، عليها ومنها السلام ابتدى، وفيها تألق فجر الندى، حياتي لمجد بلادي فدا، بلادي بلادي منار الهدى، ومهد البطولات عبر المدى، بلادي بلادي منار الهدى، ومهد البطولات عبر المدى، عليها ومنها السلام ابتدى، وفيها تألق فجر الندى، حياتي لمجد بلادي فدا، بلادي بلادي منار الهدى، ومهد البطولات عبر المدى، بلادي بلادي منار الهدى. في هذه الحملة الجميلة، حملة المجد للوطن، الكل للوطن، كلنا فداء لهذا الوطن المعطاء، الكل يحتفي ويعتز ويفتخر بهذا الوطن المعطاء. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية الخاصة من احتفائية مركز تنمية الاجتماعية الأهلية باليمامة، وتحديدا بمحافظة الخرج. نتمنى أن نكون وفقنا من خلال نقل هذه الاحتفائية الرائعة لوطننا المعطاء، ونلتقي بإذن الله في مناسبات وتغطيات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا.